ويفي فاهمين، بس انت شعرك اساسا مقزعر مش هينفع مع الطاقيه. تعالي تعالي كل ده بصراحه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره، اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله مع انه طفح. شيرين انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه تانية، يعني لو عندكم مثلا بانكيكس، بينت باتر، سيريالز. طيب في ايه بيجي هنا دليفري؟ انت عايز دليفري؟ في فطائر المدينه المنوره حلو، في عبغاني سي ام ده بتاع سندوتشات بيعمل بنيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه، في كمان كبده ومخ العنتيل بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزه الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العاديه معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي دول كانوا بيجوا، بس خلاص بقى من ساعة ما الطيارين كل واحد فينا لما بيدخل الحتة بيثبت، يا اما موتوسيكل بيثبت، يا اما هو بيثبت، يا اما صندوق بيثبت، فقطع رجليهم من هنا ومبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا، في بيتزا هانش حلوة قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزة هانش، انا مش عايزة حاجة. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي يعني ليه معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجة من اللي معاكي جوه دول، ساعة، نضارة، جزمة، شنطة، تجيبي أكبر من الشقة دي. كويس إنك فتحتي الموضوع ده يا شيرين. بصي حبيبتي، أنا حاجتي دي هي أغلى حاجة في حياتي، أغلى إيفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزة أقولك خلي بالك قوي، أنا حافظة حاجتي كلها بيس بيس وعارفاهم كويس جدا، يعني في يوم من الأيام لو لقيت أي حاجة منهم ناقصة من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، جولري بتاعتي، أي حاجة، أنا هقطم صفارة رقبتك. وعلى فكرة أنا عمري ما هبيعهم لأن مش هينفع حد يلبسهم بعدي، أنا ممكن أولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب أقولك حاجة، أنا وصيتي لما موت الحاجات دي تدفن معايا زي أجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكرة حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان أنا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. أقولك على حاجة، شبشبي ده يدفن معايا عادي. جهلة. ايوه يا سيف، ازيك؟ الحمد لله. انت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز اطمن عليكي. ثانك يو يا سيف والله، معلش انا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما اقابلك. ايه ده، هو احنا ممكن نتقابل؟ اه طبعا ينفع نتقابل. الحلاوه دي مزه طلعت. ينفع نتقابل؟ ما نتقابلش ليه، وممكن نتغدى كمان، ولا انت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعه 2 كده، اصل انا عربيتي بايظه فمش عارفه اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا 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 بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه لان بابي مسافر. طيب اوكي اوكي، هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي. باي باي. بتعمل ايه يا ابن الصرمه انت؟ وهو خش على جوه خش. لا والله يا بنتي، شغلانتك خدتها واحده تانيه، وللاسف احنا مش محتاجين دلوقتي اي كاشير. طب مش شرط كاشير، انا ممكن اعمل اي حاجه، اقطع عيش، اعبي سندوتشات، اخرط بصل، اي حاجه. على عيني والله يا شريهان، لكن كل الوظائف اتسكنت. طيب بصي، احنا محتاجين حد في الحمامات، تيجي؟ لا يا استاذ عبد العظيم، حضرتك فهمتني غلط، انا خريجة اعلام ما امسحش حمامات. ما انت كنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل. لا تفرق، ده شغل سياحة وفنادق. على العموم شكرا. امسكي. لا ماليش نفس. بس بقى شوشو فكيها بقى. افك ايه بس، ده احنا عمالين نلف من الصبح، ده مفيش شغلانه فاضيه. انا تعبت والله العظيم، مش عارفه اعمل ايه. بيني هاخد الشغلانه بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقفي في الحمامات تنضفيها؟ طب قولي اعمل ايه بس يا هاني. متلاقيش انا اتصرف، اكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي، هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي هي الشغلانه، بس معلش يا ماما دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه، فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني،
انا مش عارفه بس انا بيحصل فيا كل ده ليه. الدنيا بتعاملني زي ما كنت ضرتها. لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم، يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي، كفايه كآبه. ايه ده؟ بعدين انت مش قلت لي جدكم شايل لكم فلوس ياما؟ لا قلت لك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها، ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص، ده حوار اتردم عليه من زمان. جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي. والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. اكيد بيستظرف. ايه مجله ميكي دي؟ ما تقلقيش ان شاء الله محلوله. على قولك مفيش حد بيبات من غير عشاء. هات السفندياية دي اكلها اديها بيها اعصابي. هات. مفيش الا فص. فص انت قلتها كلها يا معفن. انا بيتني مش قلت لك خد حته وانت قعدت تقول لها مش عايز؟ انت معفن ياض، كنت شيلي نفسي دلوقتي عايزه. خلاص بتتغندري ليه؟ طب يلا يلا اتنقل اجري هات لنا مكان. جاي تجيب واحده. يلا روح هات. اجيب كيلو يعني ولا ايه؟ هات اي حاجه. يلا هاتي فضه. معيش. امال اعمل ايه يا فضه؟ ما تفك فك يا ما معيش. معايا 200 جنيه اكيد مش هتلاقي معايا. فكها يلا. ده هتلاقي معايا. انا جعانه والله وتعبانه، ولو لما بجوع بزعل اكتر. طب يلا خلاص. مش بقول لك ايه؟ اقعدي اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما انا الف من ورا. ايه ده هتفضحنا؟ استنى استنى يا حاج. يا حاج الله يكرمك يا حاج، ما تجيب سفندياية. طب بقول لك على حاجه، ما تشغلني معاك. طب تجيب سفندياية وتشغلني معاك. بس ماما والله شكلك لطيف. بس حاج بس حاج انت خليتنا نشحت. ايه ده ايه ده والله متشكرين والله. يعني انا حاسه ان انا بقالي قرن ما جيتش النادي. انت مش فاهم انا مشغوله ازاي، بعمل كميه مليون حاجات شنيعه. انا من ساعه ما بابي سافر سويسرا. سويسرا؟ ايوه انا اللي بمانج كل حاجته، المكتب البيت الشغل. بس بس بقى. بس ايه؟ بس ما بتعمليش حاجه تانية؟ مش عايزه ادوشك معايا. طبعا بعمل حاجات كتير. هلفنا ليه؟ ها هلفنا ليه؟ What the hell are you doing? ايه القرف اللي انت عاملاه؟ Nelly, I missed you. It's not me, that's her. Jessie, look how sweet she is. صح؟ طبعا دي نيلي، دي اختي وحبيبتي. كان لازم اقف جنبها في زنقتها. بس الظاهر بقى ان مفيش حد بيحبها خالص. يعني احنا لمينا ما يجيبش 100 جنيه لغايه دلوقتي. نيلي صحيح كان بابي عايز يروح يزور باباكي ويجيب له شويه حاجات كده. بقولي لي مواعيد الزياره. جيسي انا عايزه اقولك حاجه واحده بس. نيلي بالاي مش بالاي. نيلي نيلي قفلت كل السكك فجأة في وشوشنا. كل اللي ليك ضاع من ايديك، وصدقوا اللي قالوا يا ما عشنا ويا ما شفنا. ما هي دنيا يوم لك يوم عليك. احلمنا قربنا عليها وديها راح. والدنيا فعنينا بقى كده لونها باهت. دنيتنا فجأة اتبدلت.